أول حاجة تاج السر تكتوج. نعم. المعروف بالدبدوب الأسمر. أيوة. دبدوب وكوباية الشوكو أسمريكا. أيوة. عايزينه يا مشاهدين. بس أنا شوية جاي خاسس صراحة. أيوة. أيوة. خاسس. جاي خاسس. والله يا ريت. بس هذا شيء كويس. عندي بنتي في البيت طبيبة. الله أيوة. الله يديها الصحة ملاذ. أيوة. ملاذ ما تاكل يا بابا، ممنوع يا بابا، جيبوا يا بابا، ودوا يا بابا. بس هذا كويس، حسستني. اي الحمد لله، بس كويس لصحتك. زمان كنت دبدوبه وكنت اجرم على اولاد، لكن بعد الستين سنه دي بقيت شويه. الله يديك طولة العمر يا رب، ويدينا طولة عمركم. بين حي العمده وبين ود نوباوي ايش لاقى البوليس الشمالي؟ عشت طفولتك طبعا، احلى ايام. اي ايوه، احلى ايام. مراحل حياتك كانت بين الإمارات، بين المغرب، بين المملكة العربية السعودية، اللي قضيت فيها طبعاً، اللي قضيت فيها من 2000 ولحد 2003. نعم. كانت فترتك بالإم بي سي مقدم برامج للأطفال ومقدم برامج الطهي كمان. نعم. تمام. وبرامج جماهيرية. عندنا كله. قولي. طبعاً. تلفزيون عجمان هو اللي اكتشفك، فجر مواهبك، ومن ثم انطلقت للعالم العربي. نعم. شكلت وجدان أطفال التسعينات وأطفال الثمانينات. نعم. أستاذ تكتوج، هوايتك المحببة الأكل. أيوة. الأكلات السودانية طبعاً، القراصة، التقلية، العصيدة، كمان المطبخ المغربي. أيوة. أنت بتعشقه. نعم. شوفي المغرب. المغرب أقول يعني المغرب المائدة بتاعته صراحة، أنا أقول أنا جربت تقريبا كل الموائد العربية. المغاربة المائدة بتاعتهم كرمة جدا، كرمة جدا. وأنا تعرفت بزميل هناك عايز أديه الله يدي الصحة، محمد جمال حجي العميد. هو اللي علمني من طنجة لحد وجدة، ومن وجدة لحد ورزازات، ومع الأكلات المغربية الجميلة الحلوة. يا بناتي كانت أيام حلوة، فبفهم في الأكلات المغربية. البسطيلة. يا سلام. أي البسطيلة وشو اسمها هذه، والحريرة والكسكسي والحريرة والكسكسي. ها ما شاء الله عليك، حافظة انت طبعا. من ما يحب الأكل المغربي. هذا الخبز اللي بيعملوه بنقره، والفطار الصبح المسمن والأكلات الحلوة. أي طبعا. يا سلام. أيوة يا جميل، دي للسيدة. طيرا، انت أب لأربعة أبناء. نعم. تمام. بينهم من وين تشتغلين؟ لا دي معلومات، دي معلومات حصرية. أيوة. بينهم الدكتورة والمهندس. نعم. آخر واحد مالك. مالك ده المحبب لأنه جاء بعد عمر الستين، صح؟ نعم. ومالك مش المحبب. أنا ما عايزة أسبب فتنة بين الأبناء. أنا ما عايزة أسبب فتنة. مالك ده يا ريان ويا بنتي يا رورو، تدلعك. شفت كيف المالك ده هو اللي بيحكم في البيت. أوف. هو صغير البيت. الله يديها الصحة. محمد زوجتي اللي ربت وكبرت هي وعملت كل شيء، أنا بديها تحية. وهي اللي عملت وتحملت الأولاد وتحملتني أنا فيهم معاهم. وراء كل رجل عظيم إمرأة. الصغير مش بيحكم في البيت. الصغير يعني بيشيل الحاجات. بيمشي البيت. أمه ساعات أقول لك والله يا ريان، والله يا رودي، كان أمه بتبكي ساعات تقول لي أضربه. أقول له أضربه أنا ليش؟ ما تضربي أنت يا أختي. يا أختي. ما تضرب اللي بيحكم. خليه يدلع أبوه، تشتوش. أيوة. عاد لازم يدلع.